دعاء الإنسان لنفسه بالبركة أو دعاؤه لغيره بالبركة جاءت بها السنة. وسأتحدث عن بعض ما جاء من أحاديث صحيحة في الكتب التسعة عن ذلك. من أتى بمال زائد عما يجب عليه في الزكاة فادعو له بالبركة. ولذلك في سنن أبي داود أن رجلا قال: يا رسول الله، إن رسولك أتى ليأخذ صدقة مالي. فقال: ما عليك إلا ابنة مخاض. وقال: يا رسول الله، هذه لا لبن فيها ولا ظهر، يعني ليست سمينة وليست ذات لبن، وهذه ناقة فتية سمينة. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله. فقال: هذه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: خذوها. ودعا له بماله بالبركة.